صفه الوضوء. صفه الوضوء شوازي دزين ششتن ينوي بقلبه بدلني يده هنا يسمي يقول بسم الله بسم الله ذكرت ثم يغسل الكفين استحبابا امجار هردو دسي هردو دسي ده شوريت وكو مستحب الا عندما يستيقظ من نوم الليل يجب عليه ان يغسل الكفين قبل ادخالهما في الاناء الا ما قرشو لخوها ستابت لباش خوتن او بيش او يدسي بكاتنا ودفرك ودسي ده شوريت ثم ياخذ حفنه من ماء بيد اليمنى امجار بدسي راسي هندي او دبات يدخل الماء فيه او دكات الدميو يسحب الماء بمنخري بلوتي او كرادك يشيت اتمضمض يدير الماء فيه او كل الدم ديانيته دبات ثم يمج الماء من فيه امجار او كدر دكات فريدة ده ويستنثر بالهواء مع اليد امجار بدسي هواء كل لوتي در دكات نعم ثم بعد هذا يغسل الوجه امجار باشا ودم شاي دشوريت من منبت الشعر المعتاد لو شوينه وكا منبتو درچوني قشكيتي الى اسفل الذقن هتا خواري لاي چناكي شحمه الاذن الى شحمه الاذن بو ام لايقي وهتا اوقي مع ما استغسل من اللحيه اوش كابتواني لا سلوي الريشكيبي ثم يغسل اليد اليمنى من اطراف الاصابع حتى يستوعب المرفقين امجار دستی راسی دشواریت لسری پنجکان و دستی پیدکا حتاکو انشککانی هنا لابد یغسل کفین لایک فی الغسل الاول امجار پیویست واجب دستی بشواری دست شوشنگی یکم بس نیا ولا یغسل العضد و شانی ناشوری نعم اليمنى ثم اليد اليسرى دستی راس امجار دستی چپ ثم بعد هذا یمسح ولا یغسل الراس ام جار باشا سري مسح دكاتو نايشوري يبدا بمقدمه الراس الى قفاه ثم يعود مره اخرى لسرتا ودس بيغا بوكوتاي ام جار دغريتو بشوينكي خوي يدخل سباحتي في صماخي اذني هردو بنجي شاتماني دكات ناغيو يمسح بالابهام ظاهرهما ام جار بنجكاني بشتي جي دسريت ثم يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين ام جار بي راسي دشوريت لقال خاب الرقيدة ولا يغسل الساقين وخاتشي ناشوريت اليمنى ثم الرجل اليسرى بيشان باي راسي امجار بي تشبي يستحب ان يخلل اصابع الرجلين بخنصري مستحبة ببيان بانجي بتشوكي بكاتني وبانجكاني بايو اذا انتهى من الوضوء اگر دست نشکی تو کرد. یقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. آو دعای دلیت کلا پیغمبری خواهد و صلی الله علیه و سلم. والله اعلم. والله اعلم.